قصة الفنان اللي معنا اليوم من عائلة غنية والشهرة والأموال جو لاحقه قدر في التقصيرة يحقق نجاح كبير. 5 أغاني تاعو قدر يوصل أكثر من 120 مليون مشاهدة على يوتيوب، وقال على راسو عنده 3 دبلومات. مرحبا بكم في قصة ماعز. ويت قبل ما نكملو بغيت نقول لكم بغيت نعاون كاع الدراري كي فريستايلين، غادي نبارطاجي فريستايلات تاعهم في فيديوهات تاعي وفي باج فيسبوك، وهذه هي الباج. واي واحد كيعرف شي صاحب وكيدير الراب يطاقي وصيفط ليا ميساج في انستغرام، وهذا هو الانستغرام. وما تنساش مع ابوني لايك الفيديو باش كاع الدراري يدوزو فريستايلات تاعو يطلعوا في المشاهدات. زيرو ما دبيع بوتو شحال فريز في حياتي شحال شفت بعيد ما تقومي سبعوني قالوا بلا ديقي يا ملي تصحاب اللي حسبتهم حباب اللي حسبتهم قراب وفقت الشدة خلوني وحداني. ياسين إدريسي تزاد سنة 1993 بالدار البيضاء من عائلة الإدريسي اللي عندهم شهرة كبيرة في البلاد وغنية على التعريف بالمشاريع تاعها وإلى غير ذلك. ياسين غادي يكبر في عائلة ما خاصة حتى خير. ياسين قرا في مدرسة بريفي وكان في نفس الوقت كيقرا القرآن الكريم في المسجد، وكان كيقرا مقامات جويد وكيفية إخراج الحروف، وهذا الشيء عاونو بزاف من بعد. هو حافظ من القرآن الكريم 10 أحزاب من كتاب الله، وفي 13 سنة ياسين غادي يسكوديستو وغادي يقصد القلعة الحمراء الوداد باش يلعب في المينيم تاع الفرقه، وهو كيموت على الوداد وكيبغي شي حاجه سميتها الوداد الرياض، وكان لعب حتى في لي سبور تاع الفرقه فاش كان في عمر 17 عام. ياسين اكتشف الصوت تاعو في الموسيقى وهو صغير، كان فاش كيكون شي حفل او عرس في العائله كيعود هو كيغني لهم، ولكن كيغني الشعبي. كيف ما كنت قلت لكم ان السيد قال على راس الله وما بارك عنده لا ليسونس كوميرسيال انترناسيونال في الليسي، ومن بعد الباك تاعو مشى يكمل قرايته في دبي وصدا فيها دو ماستر بروميير ماستر وماستر MBA ودوزيام ماستر وماستر ماركتينغ ديفلوبي، وهذا الشيء خداه في دبي وهو حاليا خدام في دبي في الدومين تاعو. ياسين إدريسي نهار بغى يبدا الموسيقى موحش بزاف في الاي كي اي تاعو. فاش كان صغير كانوا كيتنمروا عليه صحابه بالكنيه تاع المازا، كان كلشي كيقولها ليه، وحتى الطورات ليه ولاو كيعيطوا ليه ماعز، وحتى من العائله تاعو ولاو كيعيطوا ليه بها. وهو اختار اي كي اي تاعو وقال هاد السميه غادي تكون فيها الخير عليه. في 6 جوان 2021 ماعز غادي يحط اول تراك ليه في الكارير تاعو اللي هو دقات القلب. وكان عارف اللي قام حمني حيث كنشوفها كيف الشوك وانت كيف وريضة غنعمل ولادي كيف ما كان الوالدي عم. الديسك لحد الان في يوتيوب ضرب اكثر من 45 مليون مشاهده واكثر من 100 مليون مشاهده في منصه تيك توك. غادي تقول لي جاب تيك توك الهضره، هو حط ديسك في يوتيوب. من بعد ما حط ماعز الديسك تاعو في يوتيوب عادوا لي باش على الموسيقى في تيك توك، بداو كيبارطاجيو واحد الباشي من التراك، وداك الرين تاع هذا الباشي طلع بواحد السرعه صاروخيه وطرب بزاف تاع الفيوز، وفي دقه واحده اصبح الكل يبحث عن اغنيه دقات القلب. وسر نجاح هذه الاغنيه والبساطه في الكلمات والسرعه في الاداء والصوت جميل تاع ماعز، بحيث هاد القضيه ولاو كيعايروا بها كيقولوا لي كل ما كان صوتك زوين ما غاديش تنجح ديك الاغنيه. هو الصراحه جاب واحد السيل جديد في الموسيقى المغربيه، والبلان هو ماعز كياخذ انستيشن على الراب وكيغني فوقه، وهاد القضيه هي النجاح تاعو. وفي 18 سبتمبر 2021 ماعز غادي يحط ثاني بروجي ليه في الكارير تاعو اللي هو ما تبكيش. او يا رب لعبات شمحاني وقال مشاكل زاد وحدك لي عالم اللي واش يصرالي حاب نخوينا. هالتراك حطو كليب باش يعرفوه الناس شكون هاتيد اللي غنى اغنية دقات القلب، لانه كان حط ديسك غير بارول. وبالنسبة للتراك تاع ما تبكيش ضرب لحد الان في يوتيوب اكثر من 10 مليون مشاهدة. وفي 10 جوان 2022 ماعز غادي يحط تالت تراك ليه في الكارير تاعو، وهاد الديسك كان هو الانطلاقة الحقيقية تاعو تاع بصح كان ليريك ولكن راه محقق نسبة مشاهدة كبيرة بزاف، وهاد التراك هو جروح. طريق الفيدا شحال الحفاري كان سكيفين بلاد الفرج جيب الاب والحسيفين. هالتراك كان فيه الفيلينغ طالع بزاف، وهذا هو السبب النجاح تاعو، وانتشر هذا البروجي بسرعه خياليه في تيك توك، بحيث نهار حطوا لي باش على الموسيقى في تيك توك كيبارطاجاو، وديك الساعه كينتشر بحال النار وسط الهشيم. لحد الان في يوتيوب ضارب هذا البروجي اكثر من 52 مليون مشاهده، اغلبيه كبيره تاع المشاهدات هي جايه من الدول العربيه والخليجيه، لان اللغه باش كيغني ماعز هي قريبه بزاف اللغه العربيه، حتى ما قريبه للدارجه تاعنا. كيف ما كتعرفوا بان ماعز جوج بروجيات حطهم غير بارول، وغير بروجي واحد هو التوكليب. جات الفرصه تاعو باش يطلع في مهرجان نهار اورا، والبلان كان واقع هو ان الناس حافظه الدياسك تاعو ولكن ما عارفينوش، كلشي كيتسنى شكون هذا الارتيست اللي غادي يطلع. ملي يطلع انا عارفه بان هذاك اللي كيغني دقات القلب وجروحي هو اللي كيغني قدامه. بحثي بعيد على ربي ومخلي صلاتي بعيده، لا فات الفوز ما حدك عايش وحال العيله جنبي.
من بعد هاد الشوشة عرهورة قرب باش يخدم بروجيات كليب باش الناس تعرفوا ويخدموا الايماج تاعو. وهاد القضية كان قالها في برنامج تاع أسامة بن جلول قناة ميدي ان تيف. هو قال واحد القضية عجبتني كثر بزاف هو ان كلاش تاع شي واحد ما غاديش يجاوب، والسبب هو انه خدام مع الناس محترمين في دبي ومبغاش الصورة تاعو توسخ. وفي 3 سبتمبر 2022 غادي يحط ماعز تراك عارف بزاف اللي هو دريل، وهاد البروجي كان مخدوم مزيان في الكليب وحتى في الموسيقى وحاجة عادية. ماعز ممكن يكتب التراكات تاعو وهو اللي كيلحنهم براسو. شحال عانينا يا خالي وشحال دازت عليا معليش رايا لافامي. واحد الحاجة ديما كيذكرها ماعز واللي هي العائلة تاعو في الأغاني تاعو، والسبب هو أنه عنده علاقة وطيدة مع العائلة تاعو. كيقول بأن العائلة هي كل شيء في الحياة. في 25 أوت 2022 غادي يجي واحد الكوفر من التراكات تاع ماعز، والأرتيست اللي دار هاد الكوفر هي رجاء بن نمير التراك تاع جروح. كم كيبت مع صبيبي بوتو مشاكيلي صبيبي الناس اللي تلاقيني وطول شكيلي. هاد الكوفر تاع رجاء بن نمير ضرب لحد الان في يوتيوب اكثر من 33 مليون تاع الفيوز. باش تعرفوا بان الاغنيه هي اللي زوينه ماشي اللي غناها. الكلمات واللحن تاعها والبساطه تاعها في الغناء كتخلي البيبليك يكون فاهم الموسيقى اكثر. وفي 7 مارس 2023 غادي يحط ماعز خامس تراك ليه في الكارير تاعو من بعد بزاف تاع البرومو اللي هو قصاره الليل. عشرنا قوم الشر وسط من القصاره الليل شفنا منان محسوس كيتلون كيكي ولي. من عرض ووش على التراك عجبني بزاف، والصوت اللي قاعد لهاد اللعيبة هو حاتشين باعي، وهاد الصوت خدام مزيان وعنده خدمة نقية ما قاعد دراري الروابة. ودابا غنديرو ريفيو والأحسن تراك عنده. كان ديرو ليه بزاف تاع الرياكشن اللي كان تفرج فيهم هو والأب تاعو التراك تاع جروح. كم كيف دموع سبابي بوطو مشاكيني سبابي الناس اللي تلاقيني وطول شكيني. هاد القضية تاع السبب الناس كتلقى معك وتشكي عليك ونتعلم بخير الله. تتحامل واحد ما قادرش يهضر على داكشي اللي عنده لداخل، وكيتلقى مع الناس كيبداو يشكيو عليه همومهم، وحتى هو كيبقى يتصنت وكيبقى يعطيهم النصائح واخا هو في الداخل ديالو الا طليت عليه تلقى العافية جارة. طريق البعيد شحال الفاري كان سكيفين بلاد الفرج جيب الاب والحسيبي. طريق الحياة كطيح وينوض في بلاد الفرص اللي هو المغرب، واخا كاين بزاف ما يدار في المغرب ولكن ما كاينش داك الدعم المعنوي والمادي. كتجيب الدبلوم تاعك وملي كتفرج شي شركة كيوكسي حتى العيطوا ليك، واخا انت عارف ما غاديش يعيطوا ليك ولكن كتمشي. ستيفان سي من العباد ولات عيفي ستيف شبان تقصد البحورة وسط الظلام. هاد القضية كتضرني في خاطري بزاف. شباب زوين في وجهو وحتى في عقليتو كتلقاه قاصد البحر والدمعة كطيح من عينو كيخلي امو تبكي عليه مسكين بسبب واحد طلع للحكم وما دار والو. الجروح الكبيرة ما تشوفوه بدني نضحك ساعة ونبكي يوم. الجروح الكبيرة ما كاينش في الجسم تاعو وهي كاينة في الداخل تاعو، وعلم بيه الله مولانا. كيضحك ساعة وكيبكي يوم، واخا هكاك انت راه عندك الزهر كضحك ساعة راه كاين اللي ما كيضحكش ديك الساعة كاع. هالطراك تاع الجروح فيه بزاف تاع لي سونتيم بزاف تاع الاحاسيس اللي تقدر تحس بيهم وانت كتسمع الديسك. كتحس بانه غيتوشيك في الداخل ديالك لانك دزتي بزاف تاع التجارب وانتايا عالم بكل كلمة خرجت من فمو وتغنيت فوق الانستري. الحاجة نقدر نقول لكم ان الموسيقى كتوصل الاحاسيس اكثر من اي حاجه اخرى. واخا انت ما عارفش شنو غادي يقول اوف هذا الرابور فوق الانستري كتبدا تذكر دوك الاعلام ودوك لي سيتياس اللي طحتي فيهم. الى هنا غادي يكون سهل الفيديو. بغيت نقول لكم شكرا لاي واحد كمل الفيديو حتى الاخر، وما تنساش صح لي شي حاجه الى قلتها غلط في لي كومونتير ودير ماك ابوني ولايك الفيديو، وما تنساش تقول شكون الرابور اللي بغيتو الفيديو الجاي.